النهارده الواحد لما بيضرب يكفر في الدرس شويه كده ما بيروحش الدرس بتاع الموسيقى ما بيروحش الدرس ده ايه اللي خلاه؟ لكن مع كده يكفر سخريه مراته في القلب او في القلب مش كده. الواحد لو كفر تحس بالانجليز بتبقى مصيبه واضح، لكن لو كفر تحس بالعربي مش مهم. ما احنا ده اللي بنبنيه، ما احنا بنبنيه النهارده. ما هو الوطن بيدي مصايب دلوقتي وانت هتديها بكره، ما هو الوقت اللي بقول يا ابويا انت عقدت وانا صغير، انا عقدتك وانا كبير، انت رميت وانا صغير، انا رميتك وانت كبير، ما انت رميت وانا صغير ما خدتش بالك مني، ما انت خليت عارف فرمه وفلوس في دنيا وانت تبيعها ليك، الفلوس اللي انت حضرتها عليا دي انا هضيعها لكلام الفاضي وهجيبك وخليك تتحاسب بيها وتروح لأهلك. لكن انت لو خدت الفضل كان اولادي من الفلوس ومن الدنيا ومن العمارات ومن العربيات ومن كل ده. البنت بتقول مع نفس الكلام. خد بحبك وسيبك من الدنيا والفلوس. شوفني انا عايز ايه؟ بدل ما اروح لصديقي فلان الخليفه وصديقي فلان، خدني انت بحبك يا ابويا. البنت محتاجاك. بنتك محتاجاك النهارده بدل ما تستنى في احضان صاحبها وتجيب انت امها في المصايب. خد بالك من ولادك النهارده. جيت في مره فتحت الباب على ايه مكتوب ايه شوف ايه بيسمع ايه بيتكلم عن ايه. جيت في مره مسكت ادوات بنتك وشوف فيها ايه غلط. رحت مره سالت على بنتك في الكليه ولا سالت عنها في الثانويه ولا في اي مرحله من المراحل. علاقة الصديقات بنتك مين؟ الأم ربت البنت تربية كويسة. يبقى لما يبقى بكرة بعد ما عشرين أو 11 لما يوصل ل 21 ودي الفترة الحرجة جدا، فترة المراهقة، الفترة اللي يبني فيها ممكن ينجرف وراها طيارات عصيبة، تضيع وتضيع بلده وتضيع أمه وتضيع أبوه وأمه. شفت ابنك وبنتك في المرحلة دي؟ من 14 ل 21 سنة فترة صعبة جدا، مش على الأب والأم بس وعلى الأولاد وعلى البنات. رأيت ابنك زي ما احنا بنقول يبتدي يسمع الكوي ولا أخوه صديق ليك، خد ابنك صديق. عرفت إيه اللي بيرجع ضيف ما تنساهوش؟ الأم علمت بنتها إزاي تطبخ، إزاي تكنس، إزاي تعمل زوجها، إزاي علمتها الكلام ده؟ ده أنا أعرف بنات ما تعرفش تاخد كوباية شاي. ده انا اعرف ان انت قلت لها خدي حله المكرونه دي واعمليها اسلقيها ما تعرفش. فين دور الام؟ فين دور الاب؟ ومن الاخر يقول لي ست ما نفعتش في الزواج. في الاخر يقول لي الواد ما فرحش يا دوبك شهر وزي وخلص مصر. في الاخر يقول لي ست من تاني يوم مش طايق عيش. منين؟ عقلنا ولادنا قبل ما ولادنا يعرفونا. احنا السبب اللي احنا فيه دلوقتي.